الفنانة ميرفت الشقيقة الوسطى للفنانة نيلو فيروز تعرف على مشوارها الفني. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم لقناتي، ويا رب يديمكم نعمه ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانه ميرفت ارتين كاليفيان، وهي الشقيقه الوسطى للفنانه الراحله فيروز والفنانه نيلي ملكه الفوازير. ولدت الفنانه ميرفت سنه 1945 اسره ارمانيه مسيحيه، شاركت في العديد من الاعمال السينمائيه. صحيح ان مشاركتها كانت قليله، وكان اولى مشاركتها فيلم الحرمان، حيث انها قامت بدور شقيقه فيروز في المدرسه. الفيلم كان سنه 1953. بعدها بعامين شاركت في فيلم عصافير الجنه سنه 1955، وظهرت فيه لاول مره مع فيروز ونيلي. الفيلم من بطوله الفنان محمود ذو الفقار والفنانه عزيزه حلمي والفنانه زمردة. كانت آخر ظهور ليها فني في فيلم بنت 17 مع الفنانة زبيدة ثروت وحسين رياض سنة 1960. بعدها أعلنت الفنانة ميرفت اعتزالها الفني نهائيا. عن سبب اعتزالها الفن هو زواجها من شخص مسلم، تزوجته عن قصة حب كبيرة، وده اللي خلاها تخرج من الديانة المسيحية وتدخل إلى الإسلام لأنه كان شاب مسلم. أشهرت الفنانة ميرفت إسلامها وأنجبت منه ولدين. لم تظهر ميرفت مرة أخرى على الساحة الفنية أو على أي وسيلة إعلامية إلا صور قليلة ونادرة جمعتها مع والدها ووالدتها شقيقتيها نيلي وفيروز. الفنانة ميرفت عاشت حياة هادئة جدا بعيدا عن الإعلام وضجيج الصحف والمجلات. عاشت حياة زوجية سعيدة وهادئة مع أولادها الاثنين وزوجها. بقيت علاقتها كويسة مع أمها وأبوها وإخواتها نيلي وفيروز إلى أن صابها المرض. وبعد معاناة وصراع مع المرض توفت الفنانة ميرفت. ميرفت أرتين أخت الفنانة فيروز والفنانة نيلي، رحلت في 6 ديسمبر 2009 عن عمر 65 عام. ربنا يرحمها وتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة. رحلت الفنانة ميرفت ورحلت الطفلة المعجزة فيروز، وبقيت أختهم الفنانة نيلي طالما أمتعتنا في الأفلام والفوازير. فوازير رمضان، ملكة الفوازير الفنانة نيلي الجميلة، ربنا يطول في عمرها ويديها الصحة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك في القناة.